شهد سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020. تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 13 مارس 2020 في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع. وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع. وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع. ويتحدث سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.